شكرا للزميل العزيز الكابتن هيثم السعيد، وشكرا لضيوف الكرام. بسم الله الرحمن الرحيم. السيدات والسادة مشاهدي ومتابعي ومحبي كرة السلة في كل مكان، معلقكم الرياضي احمد مناع يحييكم من قناة النادي الاهلي. وجيم 1 فاينل الدوري، استعدوا للاقلاع، اربطوا الاحزمة، فهنا كلاسيكو كرة السلة المصرية ما بين الاهلي والاتحاد. جيم 1، ونستعرض مع حضراتكم التشكيل. فريق الاتحاد النهارده: دولا رقم 0، ميدو طه رقم 9، حاتم بحيري رقم 7، يوسف شحاتة رقم 3، شوشة رقم 12، رامي إبراهيم رقم 38، 6 هيثم كمال، أحمد أبو العلا بيبو 14، علي محمد 42، أنس أسامة 10، دومينيك جونسون رقم 5، وعمر جابر رقم 11. القيادة الفنية للكوتش هنريك رودل الألماني ومساعده أيمن مطراوي وهيثم كمال. أما النادي الأهلي هنستعرض التشكيل مع حضراتكم، لكن دعونا الآن نذهب إلى الستارت لاين أب للنادي الأهلي. عمر طارق، إيهاب أمين، مروان سرحان، مايكل تومسون، وعمرو زهران، والجامبول الأول والحيازة أهلوية عند النادي الأهلي. إيهاب أمين يبدأ الهجمة والستارت لصالح النادي الأهلي. مايكل تومسون يبدأ في السيت بلاي في الخمسة على خمسة، ياخد سكرين على طول من عمر طارق ويعدي في البنتريشن، يلف البيك أند رول على طول ويعمل الاسكيب باس لإيهاب أمين. إيهاب على الميديم شوت، شوت لكن لا ينجح في التسجيل، يلم على طول أنس أسامة ويسلم ليوسف شوشة، ومعاه أيضا هيثم كمال ودولا ودومينيك جونسون. الكرة التحدوية تصل إلى دولا، دولا لهيثم كمال، مان تو مان النادي الأهلي، معاه مروان سرحان، يروح هيثم كمال لكن بلوك ولا أروع. هنا باسكت، اتقلت الكرة أعلى من الرينج أو الحلقة، ينجح الاتحاد في تسجيل أولى النقاط، نقطتين لصالح نادي الاتحاد. عمرو زهران يبدأ الهجمة للنادي الأهلي، يسلم لعمر طارق، هاند أوف على طول مع مايكل تومسون. مايكل يبدأ مايكل في البريتريشن، يروح ويوصل من قدام أنس أسامة، ينجح في تسجيل أولى النقاط الأهلوية، نقطتين لمايكل تومسون اللي تألق في بطولة البال الأخيرة وتأهل فيها النادي الأهلي. وفي أول توقف أقول لكم المباراة القادمة بإذن الله. وادي هجمة سريعة للنادي الأهلي، وفاست بريك في الأولد زاوي، البوب إيهاب أمين ينجح في تسجيل نقطتين كمان يعلي الفارق إلى 4-2 لصالح النادي الأهلي. دولا يبدأ الهجمة للاتحاد والاتحادوية، دولا لدومينيك جونسون، دومينيك يسلم لدولا مرة ثانية، مان تو مان لازال النادي الأهلي. دولا يتولى رقبته مايكل تومسون، يقلب الملعب لدومينيك، دومينيك على 3 بوينت في الأوبن شوت، ينجح في تسجيل أولى الثلاثيات لصالح نادي الاتحاد. 5-4 لصالح الاتحاد. مايكل تومسون في بدايه الهجمه الاهلاويه، يسلم لإيهاب امين، إيهاب يقلب الملعب في البيز لاين لمروان سرحان، سرحان على 3 بوينت لا يسجل، عمر طارق في السكند شوت وبلوك من انس اسامه، لكن عمر طارق مره ثانيه ينجح في تسجيل السكند شوت ويعادل النتيجه الى 6-5 لصالح النادي الاهلي. مباراه قويه حماسيه، كلاسيكو كره سله مصريه جديد في نهائي دوري السوبر 22-23. دولا على الميديم شوت ينجح في التسجيل، مباراة سريعة، باسكت هنا وباسكت هناك، واحدة من المباريات القوية في هذا الموسم. مايكل تومسون يقلب الملعب مروان سرحان، مروان هاند اوف على طول لكن تراجع وسلم لي عمر طارق، عمر طارق لزهران، زهران في السكرين مع عمر طارق، زهران على الاوبن شوت في الثري بوينت شوت لكن لا ينجح في التسجيل. هيثم كمال على طول ديفنسيف ريباوند لكن عمر زهران يعمل الستيل، دومينيك يحصل وياخد منه الكره مره ثانيه، يوسف شحاته لدومينيك، دومينيك يقف في البيك اند رول مع هيثم، هيثم في البيز لاين، يوسف شحاته على الاوبن شوت 3 بوينت شوت لا ينجح في التسجيل، زهران على طول ديفنسيف ريباوند ولا اروع، يلم ويسلم لمايكل تومسون، مايكل ياخد سكرين، مايكل يعدي بالبنتريشن يسلم لعمرو زهران، هاند اوف مع البوب ايهاب يمين، ايهاب ايهاب على 3 بوينت ايهاب لكن لا ينجح في التسجيل. انس اسامه ديفنسيف ريباوند حاضر عند انس، دي لقطه في الويندوز تاني كده متابع معاها مباراه كره اليد ما بين النادي الاهلي ونادي هابيتات الايفواري. وادي هنا فاول وخطا شخصي لصالح انس اسامه، انس اسامه على الفري ثرو الاول. طبعا دائما وابدا متابع مع جماهير النادي الاهلي كل ما هو اهلاوي. وادي الفري ثرو الاول لانس اسامه لا ينجح في التسجيل. فري ثرو ثاني لانس اسامه لا ينجح ايضا في التسجيل. الشوط الاول في مباراه الاهلي وهابيتات الايفواري بطوله كاس الكؤوس الافريقيه لليد، كره اليد سيدات،
انتهى بنتيجه 19-6 لصالح النادي الاهلي. عمر طارق على 3 بوينت لكن يسلم لمروان سرحان، مروان في البلاي 1-1 لكن تتقطع منه، يسيطر على مروان، يلحق البوب ايهاب امين، ايهاب توصل لعمر طارق، عمر طارق مع ايهاب امين في السكيب باس لكن ايهاب بيشوط ولا ينجح في التصويب، و24 ثانيه كانت هي الاسرع لصالح نادي الاتحاد. حكمنا النهارده انايا فريلي البنمي، اوسكار لوسيس اللاتفي، وجوني باتيستا من بورتريكو. 7-6 لصالح الاتحاد، 6 دقائق ونص على انتهاء احداث الكوارتر الاول. دولا يعدي يتولى رقبته على طول، يقلب الملعب لدومينيك جونسون، دومينيك تحت الباسكت هيثم كمال، واحد على واحد يقطع له انس اسامه، يحاول يلحق الكره لكن ترن اوفر واوت سايد لصالح النادي الاهلي. جوني باتيستا من بورتريكو، الثلاث حكام بالمناسبه السعيده تم استدعائهم للمشاركه في كاس العالم رجال في 2023 المقامه في اليابان و اندونيسيا. مروان سرحان هاند اوف مع مايكل تومسون، مايكل بسكرين، مايكل على 3 بوينت، مايكل يشوط لكن لا ينجح في التسجيل وياخذ معها فاول وثلاث رميات حره لمايكل تومسون. 3 فري ثرو لمايكل تومسون. فاول على خطا هنا على يوسف شحاته. الفري ثرو الاول لمايكل تومسون. فري ثرو اول ناجح لمايكل. يعدل النتيجه الى التعادل. فري ثرو ثاني لمايكل تومسون. ينجح في التسجيل ايضا. والفري ثرو الثالث لمايكل تومسون. اوسكار روزيس هو اللي بيبص الكوره. السنيور اوغوستي جول بيبوش والفري ثرو الثالث ناجح ايضا لمايكل تومسون. يعدي النتيجه الى 9-7 فرق النقطتين لصالح النادي الاهلي. دولا يعدي ويسلم لانس اسامه، انس في البنتريشن يطلع كيك اوت لدومينيك، دومينيك يهوش لكن عمرو زهران يحاول يعمل بنتريشن ويشوط ثاني وينجح في التسجيل لكن دي بنقطتين فقط. نقطتين لدومينيك جونسون يعدل بيهم النتيجه الى التعادل. دايس على اللاين من الانسايد، شكرا لمخرجنا على عاده. وادي ترن اوفر على النادي الاهلي، يلم دولا على طول. دولا لسه دولا مع الكوره، يعمل له سكرين في البيك اند رول مع انس اسامه، انس اسامه حاول يلعب واحد على واحد لكن هنا مخالفه ترافلين والووك على انس اسامه، ترن اوفر جديد على نادي الاتحاد. مايكل تومسون يستلم ويبدا الهجمه، يتولى رقبته يوسف شحاته. عدى مايكل تومسون. صراع البوينت جارد ما بين يوسف شحاته ومايكل تومسون، مروان سرحان على الالبو يسلم لايهاب امين، ياخذ سكرين ايهاب من مروان سرحان في البيك اند رول، يسلم لمروان، مروان على 3 بوينت في الاوبن شوت لا ينجح في التسجيل، يلم على طول يوسف شحاته ويبدا الهجمه ويسلم لدوله، يقلب الملعب على طول هيثم كمال، هيثم دومينيك مع الهاند اوف، دومينيك على 3 بوينت، دومينيك لا يسجل، يلم مروان سرحان ويبدا الهجمه للاهلي والاهلاويه عن طريق البوب ايهاب امين، ايهاب يقلب الملعب، عمر طارق، عمر يروح، عمر يسجل، عمر ينجح، عمر في تسجيل 2 بوينت جديده لصالح النادي الاهلي، يتقدم النادي الاهلي بفارق نقطتين 11-9. دولا يسلم لدومينيك جونسون. يوسف شحاته في البيز لاين يطلع ويسلم للميدل على طول، دومينيك دومينيك يبدا الهجمه، ياخذ سكرين من انس اسامه، يعدي عكس السكرين ويروح ويوصل ولا يسجل على طول، ايهاب امين ديفنسيف ريباوند ويعدي ايهاب، ايهاب في الاول ذا واي يقف ويسلم للزهران زازا، ايهاب امين مره ثانيه، عدى ايهاب ياخذ سكرين من عمر طارق، لسه ايهاب مع الكوره يقف على الميديم شوت شوت لكن لا ينجح في التسجيل، يلم على طول هيثم كمال ويسلم ل دولا، دولا لسه الكوره مع دولا، لا زال دولا يمتلك الكوره، ياخذ سكرين يقابله عمر طارق، يطلع كيك اوت ليوسف شحاته، يوسف شحاته على الاوبن شوت لكن لا ينجح في التسجيل، فاص بريك سريع لعمرو زهران، عمرو راح عمرو وصل عمرو لكن لا يسجل عمرو، وتو شوتس وفاول على دومينيك جونسون، تو شوتس للصالح عمرو زهران، يحتسب الفاول الحكم انايا بريلي البنمي في تغيير في صفوف الاهلي، هيخرج مروان سرحان وينزل سيف سمير ويخرج ايهاب امين وينزل ابو النصر. فري ثرو اول لعمرو زهران
ينجح في التسجيل. عد الفارق الى 3 نقاط 12-9 لصالح النادي الاهلي. فري ثرو اخر ليوسف شوشة نزل من الاتحاد ايضا. فري ثرو تاني ناجح للنادي الاهلي، 5 محاولات للنادي الاهلي على الفري ثرو نجح في تسجيل الخمسة بنسبة نجاح 100% مقابل محاولة وحيدة لنادي الاتحاد على الفري ثرو. دومينيك جونسون يعدي ويسلم لهيثم كمال، هاند اوف مع هيثم، سكرين لدومينيك في البيك اند رول، لكن ابو النصر على طول حاضر في الستيل، يسلم ابو النصر، يوصل ابو النصر في الاول ذا واي لكن لا ينجح في التسجيل، تخبط الكرة في ايدي هيثم كمال وبتطلع اوت سايد لصالح النادي الاهلي. اوت سايد اهلاوي. طلع الاوت مايكل تومسون. مايكل على اوتسايد. يوسف شوشة من الاتحاد نزل مكان يوسف شحات. مايكل تومسون، مايكل في الدرايف، مايكل يسلم لزازا او عمرو زهران، عمرو زهران من بعيد على الثري بوينت لا ينجح في التسجيل. دومينيك جونسون على طول حاضر في الديفنسيف ريباوند. دومينيك ما زالت الكره مع دومينيك، يسلم لهيثم كمال، هيثم في الاوبن شوت على الثري بوينت لكن لا ينجح في التسجيل، يلم على طول عمر طارق وبيسلم لعمرو زهران، عمرو زهران في الاول ذا واي يقف في البيهايند باك يحاول يسيطر على الكوره، تقع منه تيرن اوفر وتروح في الستيل على طول لدومينيك جونسون. دومينيك على الاوبن شوت 3 بوينت ينجح في تسجيل 3 نقاط جديده لصالح نادي الاتحاد، يوسع الفارق ايداء الفارق الى نقطه وحيده لصالح النادي الاهلي. تومسون عدى مايكل، مايكل لابو النصر، طلب السكرين ابو النصر، راع ابو النصر كيك اوت لعمرو زهران، لا زال الكره مع عمرو، يسلم لعمر طارق تحت الباسكت عايز يلعب واحد على واحد، يجي له هيثم في الهلب يطلع كيك اوت، ترن اوفر على طول من عمرو ويستلم على طول دومينيك، دومينيك يروح ويوصل ويسجل لا ينجح في التسجيل لكن يحتسب فاول وخطا شخصي على عمرو زهران. ثاني الاخطاء الشخصيه على النادي الاهلي التوتال وتو شوتس لصالح دومينيك جونسون. الكابتن سيف سمير اعطى التعليمات للاعبين. دومينيك جونسون، احمد ابو العلا بيبو نزل مكان اعتقد مكان هيثم كمال، هنشوف دلوقتي. وفري ثرو اول لصالح دومينيك جونسون. فري ثرو اول ناجح لدومينيك جونسون. وفري ثرو ثاني لدومينيك جونسون. فري ثرو ثاني نجح ايضا. يعد الفارق الى نقطة لصالح نادي الاتحاد. ميدو طه مكان دومينيك جونسون اللي خرج دلوقتي في تغيير اجري كوتش هانري كرودل وعمرو الجندي في التغيير مكان هنشوف مكان عمرو زهران اعتقد. فعلا مكان عمرو زهران. يبدا الهجمه النادي الاهلي عن طريق مايكل تومسون. مايكل ضغط نادي الاتحاد 1-2 1-1 ريس هاف كورت. مايكل بساط سريعه للنادي الاهلي على الارك او على الثري بوينت. مايكل في الاختراق بالفلوتر شوت لكن يطلع كيك اوت عند ابو النصر. ابو النصر على الثري بوينت لا ينجح في التسجيل، يحاول معاه سيف سمير لكن بيبو في الاخير ينجح فيه الريباوند. يسلم لدولا، دولا في الدرايف، دولا كيك اوت لبيبو، بيبو على الميديم شوت، شوت نجح في التسجيل ايضا، وسع الفارق الى 3 نقاط لصالح النادي الاتحاد. كيك اوت تبقى دقيقة ونص على انتهاء احداث الكوارتر الاول. مايكل، مايكل في السكرين في البيك اند رول مع عمر طارق. ابو النصر فيك حلو قوي وعدى من البيز لاين، طلع لعمرو الجندي، عمرو الجندي في الدرايف من الميدل، راح عمرو الجندي فلوتر شوت عمرو الجندي لا يسجل. عمر طارق في الاوفنسيف ريباوند يسلم لعمرو الجندي على الاوبن شوت عمرو الجندي، واولى الثلاثيات الناجحه للنادي الاهلي بعد كم محاوله؟ 6 محاولات ودي سبعة محاولات للنادي الاهلي نجح في تسجيل محاوله وحيده على الثري بوينت.
بيكادرول مع بيبو، بيبو يسلم لميدو طه، ميدو طه في الدرايف من الميدل يطلع الكيك اوت لدولا، دولا يقف على الميديم شوت يشوت لكن لا ينجح في التسجيل. انس اسامه في السكند شوت ما ينجحش ايضا في التسجيل. عمر طارق ديفنسيف ريباوند حاضر ويسلم لمايكل تومسون، مايكل يقلب الملعب لابو النصر تحت الباسكت، سيف سمير لابو النصر مره ثانيه، ابو النصر في الدرايف من الميدل راح ابو النصر وصل ابو النصر لكن لا ينجح في التسجيل وياخذ معه فاول يحتسبه الكابتن انايا فيرلي من بنما، والفاول على احمد ابو العلا بيبو. يا ريت من زملائنا الاعزاء في الاعداد لو نبص على الكادر سريعا كده على اللوحه في الملعب 16 16، وادي عمر عزب مكان مايكل تومسون، وفري ثرو اول لصالح النادي الاهلي غير ناجح عن طريق ابو النصر. فري ثرو تاني لابو النصر لا يسجل ايضا، يلم عمر طارق وتراي على الباسكت لكن لا ينجح في التسجيل. يلم على طول انس اسامه بدوره يسلم لحاتم بحيري اللي لسه نازل، انس اسامه اللي قاطع له يطلع لبيبو، بيبو لسه بيبو معاه الكوره يحاول معاه يلعب واحد على واحد، سيف سمير مش سايبه يلف ويروح ويشوط لكن لا ينجح في التسجيل. وهنا في فاول وخطا شخصي والتو شوتس، والفاول على عمر طارق 19 ثانيه. شكرا لزمايلنا في الكنترول، شكرا لزمايلنا الف شكر. وفاول على عمر طارق، شوفها مره ثانيه، لف بيبو وارتكز زق كده انس اسامه لكن عمر طارق ارتكب معاه فاول وخطا شخصي يحتسبه الحكم اوسكار لوساس اللاتفي. تو شوتس لصالح انس اسامه 19 ثانيه متبقيه. انس فري ثرو اول غير ناجح، اربع محاولات لنادي الاتحاد على الفري ثرو نجح في تسجيل محاولتين. فري ثرو ثاني لانس اسامه لا يسجل ايضا. هنا في ايه اللي حصل؟ في فاول على عمر عزب، فاول اوتسايد على عمر عزب، اوتسايد لصالح نادي الاتحاد. 14 ثانيه زمن الهجمه، 19 ثانيه متبقيه على انتهاء احداث الكوارتر الاول. بيبو يستلم على طول ويسلم لبحيري، بحيري لميدو طه، دفاعات النادي الاهلي مان تو مان سكرين، ميدو طه يعدي ما بين الاثنين يقف، واسماعيل نزل مكان عمر طارق ويسلم على طول لعمر عزب، عمر في الدرايف عمر عزب الباصه كده طلعها لكن تطلع اوتسايد لصالح نادي الاتحاد، متبقي ثلاث ثواني على انتهاء احداث الكوارتر. اوتسايد للنادي الاهلي، اوتسايد للنادي الاهلي، ثلاث ثواني يقول كوتش اوجوستي، والاوتسايد لصالح النادي الاهلي. اوتسايد اهلاوي، عمر عزب هيطلع الاوت، احمد اسماعيل نزل مكان عمر طارق، ابو النصر على الاوبن شوت، ابو النصر يحاول لكن ترن اوفر وتنتهي معها احداث اللقاء او انتهاء الكوارتر الاول بتعادل الفرقتين 16 16 في نهائي دوري السوبر موسم 22 23. اعزائي المشاهدين دقيقتين يا زمن الراحه ونعود اليكم بعدها سريعا. رجعنا تاني اعزائي المشاهدين لبدايه احداث الكوارتر الثاني، والحيازه الان لصالح نادي الاتحاد. ميدو طه في البنتريشن في الباك لاب لكن لا ينجح في التسجيل. عمر عزب ديفنسيف ريباوند ولا اروع، يسلم لابو النصر يبدا الهجمه في الاول ذا واي ويقف ويستنى اللقطه، سلم لاسماعيل، اسماعيل هاند اوف مع عمر عزب بسكرين لاسماعيل، عمر يعدي عمر، سلم لاسماعيل في البيك اند رول لعمرو الجندي، عمرو لازم يروح على الباسكت دلوقتي، عمرو يهوش ويطلع لكن ترن اوفر على عمرو الجندي ويروح على طول ميدو طه ويسلم ليوسف شوشه، يوسف لبحيري يقلب الملعب لهيثم كمال، لبحيري في البيس لاين يلحق بحيري بصل هيثم كمال في الجيف اند جو لكن لا ينجح في التسجيل، يلم على طول اسماعيل ولكن هنا هيثم كمال يرتكب معاه فاول، واولى الاخطاء الشخصيه على نادي الاتحاد في احداث الكوارتر الثاني. انتهى احداث الكوارتر الثاني بتعادل الفريقين 16 16. كوتش هنريك رودل الالماني او الهر هنريك رودل امام السنيور اوغوستي كولبي بوش في مواجهه تقررت هذا الموسم النهارده تبقى المواجهه الرابعه.
بدايه الهجمه عند النادي الاهلي عن طريق محمد ابو نصر، عايز يسلم لسيف سمير، سيف سمير يتولى رقبته هيثم كمان، سيف واحد على واحد، سيف سمير تحت الباسكت لسه الكوره لكن اوت سايد لصالح نادي الاهلي. اوت سايد للاهلي، يقلب الملعب على طول عمر عزب لاسماعيل، اسماعيل في الدرايف واحد على واحد يهوش ويروح ويوصل وينجح في انه ياخد فاول وخطا شخصي على احمد ابو العلا بيبو بالتو شوتس لصالح النادي الاهلي. فري ثرو اول لاحمد اسماعيل. ينجح في التسجيل. فري ثرو ثاني ايضا لاحمد اسماعيل. ينجح ايضا في التسجيل. 18 الاهلي 16 الاتحاد. حاتم بحيري، وادي ستيل رائع من عمرو الجندي، عمرو في الاول زاوية واحد على واحد عمرو ويروح ويوصل لكن هنا في هنا قطع الستيل حاتم بحيري تخبط في عمرو الجندي كده وبتطلع اوت سايد لصالح النادي الاتحاد. ضغط النادي الاهلي من اول ملعب. ميدو طه يضغط عليه. ابو النصر يعدي ميدو طه، لسه ابو النصر معاه مش سايبه، عدى ميدو طه يسلم لشوشه. حاول يعدي واحد على واحد لكن بيرتكب معاه احمد اسماعيل. فاول وخطا شخصي لصالح نادي الاتحاد. الاوت سايد لصالح النادي الاتحاد، حاتم بحيري هيطلع الاوت. الموسم الثاني ليه في الاتحاد بعد انتقاله من النادي الاهلي. حاتم بحيري هاند اوف مع ميدو طه يسلم لكن تخبط في رجله. ابو النصر يجدد معاه زمن الهجمه الى 14 ثانيه. واوت سايد لصالح نادي الاتحاد. حاتم بحيري هيطلع الاوت، سلم لميدو طه، ميدو طه في البنتريشن من البيز لاين لكن يعدي الناحيه الثانيه، يهدى على ملعبه مع ابو النصر، يقلب الملعب لبحيري، بحيري في البنتريشن من الميدل يقف في الفلوتر شوت ويشوط لكن لا ينجح في التسجيل، بيبو على السكند شوت يلم لكن لا ينجح ايضا في التسجيل، ديفنسيف ريباوند رائع من عمر عزب لكن في الاخير يخطفه حاتم بحيري وينجح في تسجيل 2 بوينت جديده لصالح نادي الاتحاد. كابتن عمرو فاروق العمري نائب رئيس النادي الاهلي والكابتن رؤوف عبد القادر مدير النشاط الرياضي السابق للنادي الاهلي. هاند اوف مع عمرو الجندي، عمرو لعمر عزب، عمر في 3 بوينت شوت لكن لا ينجح في التسجيل، يحاول معاها كده احمد اسماعيل لكن ميدو طه يلحق ويسلم لهيثم كمان، هيثم يسلم ليوسف شوشه، شوشه بالدرايف شوشه ويوصل شوشه باك لاب شوشه نجح شوشه في تسجيل 2 بوينت جديده لصالح نادي الاتحاد. 20 الاتحاد 18 الاهلي. يبدا الاهلي الهجمه عن طريق عمر عزب، مايكل تومسون يستعد للنزول. عمرو الجندي، عمرو بيك اند رول مع احمد اسماعيل، لسه عمرو الكوره معاه يسلم لابو النصر في البيز لاين، احمد اسماعيل في البيز لاين ديفان دجو مع ابو النصر يطلع لسيف سمير على الاوبن شوت، سيف سمير لا يسجل يلم على طول نادي الاتحاد عن طريق هيثم كمال اللي بيسلم بدوره لحاتم بحيري، حاتم يعدي هو اللي قائم بعمل بوينت جارد مع ميدو طه، لو واحد اتضغط عليه الثاني على طول يطلع هو بالملعب، ميدو طه ميدو هيثم كمال مع ابو النصر في الميس ماتش يلف ابو هيثم ويشوط وينجح في تسجيل نقطتين كمان يتقدم بيهم نادي الاتحاد الى 22 18 فارق الاربع نقاط لصالح نادي الاتحاد. هيثم كمال واللعبه الاخيره بالباك بيفوت ينجح في تسجيل نقطتين. عمر عزب درايف يسلم لعمرو الجندي، عمرو تخبط في ايد عمرو وتطلع اوت سايد لصالح نادي الاهلي. جوني باتيستا هو اللي بيحسب الترن اوفر وتغيير تغييرين في صفوف النادي الاهلي. مايكل تومسون وياب امين بدل من عمر عزب. نشوف مين تاني. اعتقد ابو النصر. حاتم بحيري. فعلا ابو النصر. انس اسامه يعود للملعب مره تانية. شوشه يقلب الملعب لهيثم كمال، هيثم في الدرايف واحد على واحد يروح ويوصل وينجح في تسجيل نقطتين تايم اوت. طبعا على طول يطلبوا كوتش اوجوستي بعد تقدم نادي الاتحاد بفارق 6 نقاط. ادي هيثم كمال في الدرايف الاخير والبنتريشن الاخير ينجح في تسجيل نقطتين يجعل المقدمه لصالح نادي الاتحاد بفارق 6 نقاط.
مشوار الفرقتين في دور الثمانية أو الكوارتر فاينال. الأهلي استطاع الفوز على نادي الاتصالات بنتيجة 3-0 في البيست اوف 5 بنتيجة 106-82 88-76 و95-60 لصالح النادي الأهلي. أما الاتحاد فاز على نادي سبورتن بنفس النتيجة 3-0 في البيست اوف 5 79-69 91-75 و98-53. أما في السيمي فاينال تقابل الأهلي، دي بعض اللقطات لمباراة الأهلي وهابيتات الإيفواري في كأس الكؤوس لكرة اليد سيدات، نتيجة زي ما حضراتكم شايفين 23-10 لصالح نادي الأهلي وسيدات النادي الأهلي. في السيمي فاينال الأهلي فاز على الزمالك بنتيجة 3-0 في البيست اوف 5 71-62 79-47 91-57، والاتحاد فاز على سموحة في ديربي سكندري 3-0 ايضا 97-54 108-79 و108-66. والان الفاينل ما بين الاهلي والاتحاد في جيم 1. انتهى التايم اوت اللي طلبه الكوتش اوجوستي. تعود المباراه مره ثانيه، خماسي النادي الاهلي مايكل تومسون، ايهاب امين، سيد العمري فاروق نائب رئيس مجلس اداره النادي الاهلي حاضر للمباراه دائما وابدا داعم لالعاب الصالات. ضغط نادي الاتحاد من اول ملعب، مايكل تومسون يبدا الهجمه، مايكل اللي نزل مكان عمر عزم، مايكل تومسون 6 نقاط فارق لصالح نادي الاتحاد، مايكل لسه مايكل مع الكوره في البيك اند رول لكن تخبط في رجل حاتم بحيري وتجدد مع الزمن الهجمه الحاج محمد بصلحي رئيس نادي الاتحاد السكندري يحضر المباراه ايضا. يقلب الملعب ايهاب امين لاحمد اسماعيل، مايكل تومسون، مايكل لسه مع الكوره يقلب الملعب لسيف سمير، سيف على 3 بوينت شوت لكن قصيره اير بول لا ينجح في التسجيل، يلم على طول شوشه ويبدا الهجمه ويسلم لبحيري، يبدا الهجمه عن طريق ميدو طه، ميدو في السكرين مع هيثم كمال في البيك اند رول يسلم لهيثم، هيثم على الاوبن شوت شوت لكن لا ينجح في التسجيل، يلم على طول مايكل تومسون، مايكل لعمرو الجندي، عمرو السكيب باس على طول عند ايهاب امين، ايهاب على 3 بوينت لا يسجل ايضا، انس اسامه ديفنسيف ريباوند، وادي مروان سرحان قادم في التغيير يستعد للنزول مره اخرى، حاتم بحيري لهيثم كمال لحاتم مره ثانيه عايز يعمل ميس ماتش ويسلم لهيثم كمال تحت الباسكت مع مايكل تومسون لحاتم بحيري بالفلوتر شوت يروح يوصل لا يسجل، تخبط في ايد مين؟ تخبط في ايد احمد اسماعيل وبتطلع اوتسايد لصالح نادي الاتحاد. سيف سمير على الخروج بدلا منه ينزل مروان سرحان وحاتم بحيري يخرج وينزل مكانه احمد عادل دولا. قبل هذه المباراه انتهت مباراه الاهلي سيدات كرة السلة مع الجزيرة وادي الباك لياب، نعود للمباراة عن طريق ميدو طه يوسع الفارق إلى 8 نقاط 26-18 لصالح نادي الاتحاد. مايكل تومسون يعدي مايكل بسكرين مع مروان سرحان، وادي فاول على دولا. زي ما قلت لحضراتكم كان قبل هذه المباراة مباراة السيدات نهائي دوري السوبر ما بين الأهلي والجزيرة، فاز النادي الأهلي في جيم 1 بقيادة الكوتش طارق خيري 90-56. ألف مبروك لنادي الأهلي والكوتش طارق خيري، المباراة إن شاء الله القادمة أو جيم 2 يوم الجمعة القادمة بإذن الله. مروان سرحان يسلم الكرة لأحمد إسماعيل، هاند أوف مع عمرو الجندي، ياخد سكرين لكن هنا في فاول. هنا في فاول على يوسف شوشة. فاول وخطأ شخصي على يوسف شوشة يحتسب أوسكار لوسيس اللاتفي. 26-18 لصالح نادي الاتحاد، 4 دقائق و42 ثانية على انتهاء أحداث الكوارتر الثاني. هاند اوف مع عمرو الجندي، عمرو في الاوبن شوت، عمرو شوت على 3 بوينت لا ينجح في التسجيل لكن هنا في فاول على احمد اسماعيل وخطا شخصي لصالح نادي الاتحاد. عمر طارق يعود للملعب وايضا معاه احمد مهيب، يخرج عمرو الجندي واحمد اسماعيل والاوتسايد لصالح نادي الاتحاد. 26-18
اربع دقايق ونص على انتهاء احداث الكوارتر الثاني. ميدو طه، ميدو يعلق لانس اسامه في الباك لاب، انس لا ينجح في التسجيل، اوفنس ديفنسيف ريباوند على طول عند ايهاب امين، يقلب الملعب لمهيب، مهيب في الباك لاب، مهيب ينجح في التسجيل نقطتين، ده الفارق الى ست نقاط لصالح نادي الاتحاد، 26 20 لصالح نادي الاتحاد. مان تو مان النادي الاهلي، ميدو طه في السكرين مع انس اسامه، ضغط عليه انس، يروح انس فلوتر شوت، انس لا ينجح في التسجيل، عمر طارق يلم على طول ديفنسيف راوند، سلم مروان سرحان ويطلع بالكوره ويسلمها لمايكل تومسون، مايكل يهدى بالملعب ويعدي قبل الثمان ثواني، مايكل تومسون ياخد السكرين من عمر طارق، مايكل تومسون في ال1 1، مايكل لايهاب امين، ايهاب الواحد على واحد، ايهاب او ال1 1 هيعمل ايهاب، ياخد السكرين لكن اوفنسيف فاول هنا على عمر طارق، اوسكار لوسيس يحتسب اوفنسيف فاول على عمر طارق. شوفها مره ثانيه، تحرك تحرك، قرار مظبوط. دومينيك جونسون يعود لارض الملعب محترف نادي الاتحاد مره ثانيه، يبدا الهجمه نادي الاتحاد عن طريق دولا، دومينيك جونسون مكان مصطفى صنفوده او ميدو طه عفوا، هيثم كمال واحد على واحد، لكن ووكينج وترافلينج على هيثم كمال، تيرن اوفر جديد على نادي الاتحاد. شوفها مره ثانيه قبل الكره ما تنزل، الرجل الثابته تحركت قبل نزول الكره. ايهاب امين سكرين اول وسكرين ثاني ودرايف، ايهاب وصل ايهاب لكن بلوك من يوسف شوشة، وهنا في انايا فريلي يحتسب فاول على يوسف شوشة بتو شوتس، البنمي انايا فريلي يحتسب تو شوتس لصالح ايهاب امين، تو شوتس لصالح النادي الاهلي. ستة وعشرين الاتحاد، عشرين الاهلي، وفريس رو اول لايهاب امين، ينجح في التسجيل الفريس رو الاول البوب ايهاب امين، 26 21، خمس نقاط فارق لصالح نادي الاتحاد. فريس رو اخر لايهاب امين لا ينجح في التسجيل، توصل الكره ليوسف شحاته اللي لسه نازل يسلم لميد دولا، دولا يهدى بالملعب، سلم دومينيك جونسون، دومينيك معاه احمد مهيب سكرين مع انس اسامه في البيك اند رول، توصل لانس يطلع كيك اوت لدولا، دولا على الاوبن شوت 3 بوينت لا ينجح في التسجيل، يلم على طول يوسف شحاته، ريباوند هنا غفله اهلاويه، يوسف شحاته شوت من البيز لاين ينجح في التسجيل، ثلاث نقاط كمان لصالح نادي الاتحاد، يوسع الفارق الى ثمان نقاط، 29 21. مايكل تومسون عايز يرد، رد فعلا مايكل تومسون، نجح في تسجيل ثلاث نقاط كمان مايكل تومسون، تايم اوت يطلبه كوتش هنريك رودل، وتقدم لصالح نادي الاتحاد 29 24، خمس نقاط هنا بقى، اعتقد انها حسبها باثنين، هنشوفها ثاني، يبقى قصده على الكوره بتاعه يوسف شحات، ادي اعاده 3 بوينت مايكل تومسون، وتايم اوت يطلبه كوتش هنريك رودل، خمس نقاط فارق لصالح نادي الاتحاد، دقيقتين عزيزي المشاهد، 23 ثانية على انتهاء احداث الكوارتر الثاني، 28 الاتحاد 24 الاهلي. التايم اوت اللي طلبه كوتش هنريك رودل
والكرة في حيازة نادي الاتحاد. 4 نقاط فارق، 2:30 على انتهاء احداث الكوارتر الثاني. دولا يبدا الهجمة. دولا يبحث عن دومينيك جونسون، يسلم ليوسف شحاتة، سكرين مع انس اسامة في البيك اند رول لوحده خالص، ينجح في تسجيل دنك، طريق فاضي تماما محدش عمل عليه هلب، وينجح في اضافه نقطتين كمان و2 بوينت جديده لصالح نادي الاتحاد. 30-24، 6 نقاط فارق. عمر سرحان لمايكل تومسون، مايكل ياخذ سكرين من عمر طارق، يقلب الكره لايهاب امين في الهاند اوف، ايهاب في الدرايف يقف في الفيد اواي شوت، سلم لعمر طارق، عمر طارق راح وصل سجل، نجح في تسجيل 2 بوينت جديده، ده الفارق الى 4 نقاط عمر طارق. وادي نقطتين كمان لعمر طارق في الاعاده. وادي دولا يطلع كيك اوت لدومينيك، دومينيك يشوط على الاوبن شوت، دومينيك ينجح في تسجيل 3 بوينت جديده لصالح نادي الاتحاد. 33-26، مايكل تومسون، مايكل يقلب الملعب لايهاب امين، ايهاب في الدرايف، ايهاب واقف، ايهاب يقلب لمايكل تومسون، مايكل في الاوبن شوت، شوت نجح في تسجيل 3 نقاط جديده، مايكل تومسون 2-3 بوينت في هجمتين مختلفتين، نجح مايكل تومسون في اضافه 6 نقاط لصالح النادي الاهلي. وادي بلوك حلو قوي من مروان سرحان، بيسلم ليها احمد مهيب، مهيب يقلب الملعب لايهاب امين، ايهاب امين في الدرايف، يسلم مروان سرحان، يقلب الملعب مايكل تومسون، مايكل الثالثه يا مايكل، الثالثه يا مايكل، الثالثه يا مايكل، مايكل تومسون 3-3 بوينت في 3 هجمات ورا بعض، يضيع الفارق الى نقطه وحيده لصالح نادي الاتحاد. تايم اوت على طول يطلبه الكوتش هنريك رودل لايقاف تقدم النادي الاهلي. وادي 3 بوينت الثالثه لمايكل تومسون المتالق ب9 نقاط حتى هذه اللحظات في احداث الكوارتر الثاني. تايم اوت، 33 الاتحاد، 32 الاهلي، اقل من دقيقه على انتهاء احداث الكوارتر الثاني. انتهى تايم اوت اللي طلبه كوتش هنريك رودل. يعود النادي الاهلي ونادي الاتحاد الى ارضيه الملعب مره اخرى، اقل من دقيقه متبقيه على انتهاء احداث الكوارتر الثاني. تقدم نادي الاتحاد بفارق النقطه 33-32 في 3 هجمات، كان نجمها الاول هو مايكل تومسون. يعود سيف سمير مره ثانيه الى ارض الملعب، يبدا الهجمه نادي الاتحاد عن طريق دولا. اعتقد سيف سمير نزل مكان وعمرو زهران ايضا نزل. وادي بيك اند رول مره ثانيه، لازم هنا حد يظهر بقى، لازم هنا حد يظهر في البيك اند رول، واحد يعطل والثاني ياخد انس اسامه، انس اسامه المره الثانيه بنفس اللعبه وبنفس الطريقه، ينجح في اضافه الدنك الثاني ليه. انس اسامه يعدي النتيجه على 3 نقاط لصالح نادي الاتحاد، هاند اوف على طول مع مايكل تومسون، مايكل يبدا الهجمه ويسلم لسيف سمير، سيف سمير هاند اوف مره ثانيه مع عمرو زهران، زهران زهران في الدرايف، زهران راح، زهران وصل، زهران على زهران، لكن لا ينجح في التسجيل، يحاول كده وينجح في الستيل عن طريق مروان سرحان. يبدا الهجمه مايكل تومسون للنادي الاهلي، مايكل، مايكل لا زال مايكل تومسون، لا زال مايكل تومسون، مايكل يبص على التايم كده عايز يخلص في الثواني الاخيره عشان ما يبقاش في مجال للتعويض. وادي مهيب على 3 بوينت، مهيب شوت لكن لا ينجح في التسجيل، مايكل تومسون مره ثانيه في الاوفنسيف ريباوند بالفلوتر شوت، مايكل ينجح في تسجيل نقطتين كمان، يضيع الفارق الى فرق نقطه وحيده ومعها الفاول والاند وان لمايكل تومسون، يتبقى له الاند وان ليحرز التعادل مايكل تومسون. وادي نجح في اضافه 2 بوينت واند وان لصالح مايكل تومسون. كوتش اوجوستي تعليمات اخيره
ثواني وانهي احداث الكوارتر الثاني. مايكل تومسون اند وان ناجح لمايكل تومسون، يعدل النتيجه الى 35 35. وادي دومينيك، دومينيك يشوط على 3 بوينت لا ينجح في التسجيل عشان تنتهي مع احداث صفرت الكوارتر الثاني بتعادل ايضا ثاني للفريقين خلال احداث الشوط الثاني 35 35، والكوارتر الاول 16 16. اعزائي المشاهدين، استراحه ما بين احداث الكوارتر الاول والثاني، نعود بها سريعا ونطير الى الكابتن هيثم السعيد وضيوفه الكرام كابتن محمد طاهر رجب، كابتن سلعاوي واساطير النادي الاهلي في كره السله، وايضا كابتن ميشو وكابتن عماد محمود الراعي اساطير كره السله بنادي الاتحاد. كابتن هيثم اليك الميكروفون. شكرا للزميل العزيز الكابتن هيثم السعيد، وشكرا لضيوف الكرام. بسم الله الرحمن الرحيم. السيدات والساده مشاهدي ومتابعي ومحبي كره السله في كل مكان، معلقكم الرياضي احمد مناع يعود اليكم مره اخرى في بدايه احداث الكوارتر الثالث. بدايه كوارتر اول تعادل الفرقتين 16 16، ثم كوارتر ثاني تعادل الفرقتين ايضا 35 35. توب سكورر هذه المباراه في النادي الاهلي طبعا مايكل تومسون، 17 نقطه سجلهم مايكل تومسون في احداث الكوارتر الاول الثاني. اما دومينيك جونسون رقم 5 في نادي الاتحاد نجح في تسجيل 13 نقطه، وكما قال كوتش محمد سلعاوي مباراه عنوانها نجومها الاجانب الحكام والمحترفين. ستارت لاين اب للنادي الاهلي، مروان سرحان، عمرو زهران، مايكل تومسون، ايهاب امين وعمر طارق. اما الستارت لاين اب لنادي الاتحاد دومينيك جونسون وهيثم كمال، انس اسامه، ويوسف شحاته، وفي الاخير هنشوف مين الخامس. الحازه التبادليه لصالح النادي الاهلي مايكل تومسون في بدايه احداث الكوارتر الثالث. دولا هو الخامس، عمر طارق سكرين من مروان سرحان، عمر طارق مع انس اسامه في الواحد على واحد والوان اون وان، يسلم لمايكل تومسون. مايكل ما زال مايكل عنده الكره، مايكل على الاوبن شوت لكن لا ينجح في التسجيل. ديفنسيف ريباوند على طول حاضر عند هيثم كمان، يبدا الهجمه عن طريق دولا. دولا من نادي الاتحاد، لا زال دولا يسلم لهيثم كمان في السكيب باس، هيثم مع واحد على واحد حاول يقطع كده لكن توصل في الاخير عند دانكين يور فيس، دانكين يور فيس. هيثم كمال يفتتح معها بدايه احداث الكورتر الثاني الثالث بنقطتين. وادي ترن اوفر جديد على النادي الاهلي، يخطف دولا ويعمل الستيل. دولا ما زال دولا يسلم لدومينيك جونسون، دومينيك مع ايهاب امين مش سايبه، دومينيك ياخذ السكرين لسه ايهاب امين يتولى رقبته، دومينيك جونسون يسلم لانس اسامه، انس لدومينيك مره ثانيه، دومينيك في الاوبن شوت 3 بوينت لكن لا ينجح في التسجيل ومعها فاول يحتسبه اوسكار لوسيل، وثلاث رميات حره على النادي الاهلي، فاول وخطا شخصي لصالح دومينيك جونسون. على الفري ثرو، ثلاثه فري ثرو لصالح دومينيك جونسون. دومينيك على الفري ثرو الاول. تسع محاولات نادي الاتحاد في احداث الكوارتر الاول والثاني على 3 بوينت نجح في تسجيل 3 و16 النادي الاهلي نجح في تسجيل 4. جونسون وفري ثرو اول غير ناجح. اما على الفري ثرو 6 نادي الاتحاد في المحاولات نجح في تسجيل 2، 12 نادي الاهلي نجح في تسجيل 9. سينيور اوغوستي في مواجهه الالماني الهير هنريك رودر. فري ثرو ثاني لدومينيك جونسون نجح في التسجيل. توسع الفرق الى 3 نقاط 35 38. طبعا بنبارك لفوز النادي الاهلي سيدات على هابيتات الايفواري بطوله كاس الكؤوس الافريقيه 39 15. الف مبروك لفريق السيدات بالنادي الاهلي. فري ثرو ثالث غير ناجح، وريباوند على طول حاضر عند عمرو زهران، ديفنسيف ريباوند عند عمرو زهران، بيسلم لايهاب امين، يبدا الهجمه البوب بايهاب امين، ايهاب يروح ايهاب في الدرايف، ايهاب يقف ويسلم اسيست ولا اروع باسكت ولا اجمل عن طريق عمر طارق، ويحسب الاسيست على طول لايهاب امين. يبدا الهجمه نادي الاتحاد، النادي الاهلي الفرق الى فرق نقطه واحده. دولا يسلم لانس اسامه، انس اسامه في السكيب باس عند دومينيك، دومينيك لهيثم لي انس اسامه مره ثانيه، يقلب الملعب باصات سريعه تنتهي عند يوسف شحاته في الباس لاين على 3 بوينت لا ينجح في التسجيل. ديفنسيف ريباوند على طول حاضر عند عمر طارق، يسلم لي ابن شيكاغو مايكل تومسون،
مايكل يقلب الملعب على طول لمروان سرحان، هاند اوف مروان سرحان مع تومسون، وهاند اوف مره ثانيه مع ايهاب امين. ايهاب لسه ايهاب مع الكوره، يعمل كروس اوفر ويعدي ايهاب، يقف ويقف على الميديم شوت، شوت نجح في تسجيل 2 بوينت جديده للصالح النادي الاهلي، يجعل التقدم احمر اهلاوي بفارق النقطه 39 38 عن طريق البوب ايهاب امين. يبدا مايك دومينيك جونسون الهجمه للاهلي للاتحاد والاتحادويه. هاند اوف مع هيثم كمال، يستلم على طول. هنا في فاول، لا 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 ينفع في فاول على مروان سرحان، وتاتش كده ما بين دومينيك وعمرو زهران، وادي الفاول مره ثانيه، فاول صحيح. انايا فيريلي هو اللي احتسب الفاول، والاوتسايد للصالح نادي الاتحاد. هيثم كمال يستلم من دولا، دولا هاند اوف على طول مع دومينيك، دومينيك جونسون، دومينيك يسلم لهيثم كمال على الاوبن شوت، هيثم شوت على الثري بوينت لا ينجح في التسجيل، يلم على طول ايهاب امين، ايهاب في الديفنسيف ريباوند يسلم لعمرو زهران، عمرو يقلب لمايكل تومسون، مايكل يا سلام يا مروان، يا سلام يا مروان، يا سلام يا مروان، ثري بوينت مروان يولع اون فاير، يشعل المباراه مره ثانيه باربع نقاط لصالح نادي الاهلي. دومينيك جونسون على الرد على طول، لكن دفاع قوي من عمر طارق، عمر وادي انس اسامه والدنك الثالث، هنا عمر بيقول لهم صح، هنا لازم حد كان يغطي الميدل، مين هنا غطى الميدل؟ مفيش حد، كان هنا لازم اقرب واحد هو مايكل تومسون هو اللي يروح ويغطي ويعمل السيل في الكره دي. ده الفارق الى فرق نقطه، وادي ايهاب امين يروح بالدرايف لكن بلوك من عمر من انس اسامه، والاوتسايد لصالح النادي الاهلي 13 ثانيه على انتهاء احداث الكورت، عفوا على انتهاء زمن الهجمه، 6 دقائق 53 سنة تقدم النادي الأهلي بفارق النقطتين 42 40. حوار ما بين أوسكار لوسيس ومروان سرحان، أوتسايد للأهلي، عمر طارق يستلم، سلم ليه مايكل تومسون، مايكل في الدرايف واحد على واحد بيك اند رول روعه، يلف عمر طارق باسكت اجمل اروع ما فيش من كده، ينجح عمر طارق بيك اند رول روعه من مايكل تومسون انه يسجل، وادي هنا بصوا بصوا الباك بيفوت رائع، نجح انه ياخد الناس كلها في داره ويسجل 2 بوينت جديده يوسع الفرق لاربع نقاط. انس اسامه يطلع كيك اوت ليوسف شحاته، لكن 3 بوينت يوسف شحاته غير ناجح، هينجح على طول ديفنسيف ريباوند عن طريق عمرو زهران، بيسلم لمايكل تومسون، مايكل مايكل يعدي، مايكل مايكل في الباك لاب، لكن بيسلم لعمرو زهران، عمرو زهران رايح بالفلوتر شوت لكن لا ينجح في التسجيل، وياخد معاها فاول على دومينيك جونسون بتو شوتس لصالح عمرو زهران. شوشه ينزل، تغيير يجريه هنريك رودل، كوتش هنريك رودل ينزل شوشه، يخرج يوسف شحاته وعمرو زهران على التو شوتس، والفري ثرو الاول لعمرو زهران، اربع نقاط فارق 44 40 6 دقائق 14 ثانيه على الكوارتر الثالث، وعمرو زهران فري ثرو ناجح. عمرو زهران ابن كابتن منتخب مصر والنادي الاهلي النجم القدير كابتن علاء زهران، واحد من نجوم التسعينات واوائل الالفينات، لعب كاس عالم في 2014 في مونتريال في كندا، وادي فري ثرو ثاني غير ناجح لعمرو زهران، وادي خطا ايضا على عمرو زهران. انايا فيريلي يحتسب الفاول على عمرو زهران. ها هو هنا وقع، يعني ما كانش باينه في الكادر قوي. عامة نرجع للمباراة، دولا خمس نقاط فرق لصالح النادي الاهلي، دولا في هجمة اتحادوية للاخضر الاتحاد، يسلم لدومينيك جونسون، دومينيك دور على صغرة بس يشوط منها 3 بوينت، دومينيك لكن واقف له بالمرصاد عمر طارق، دومينيك جونسون، دومينيك في الواحد على واحد شوت دومينيك جونسون قصيرة يلم على طول البوب، ايهاب امين في الديفنسيف ريباوند، ايهاب ايهاب في الدرايف تقف، لكن هنا في فاول على دولا، خطأ شخصي وفاول على احمد عادل دولا لاعب الاتحاد. ثلاث حكام ما بيفوتوش اي حاجه. يستلم ايهاب امين، ياخد السكرين من عمر طارق، لسه ايهاب امين
يسلم مايكل تومسون، مايكل يقلب الملعب على طول مروان سرحان، مروان على 3 بوينت الثانيه، مروان سرحان 3 بوينت ولا اروع، مروان سرحان 8 نقاط يعلي بيهم الفارق، مروان سرحان بثلاث نقاط جديده لصالح النادي الاهلي و8 نقاط فارق لصالح الاتحاد النادي الاهلي. كوتش هنريك رودل على طول يطلب تايم اوت، ثاني ثلاثيات مروان سرحان اللي متالق في احداث الكوارتر الثالث وهذه المباراه. تعالوا نسمع التعليمات ونرجع لحضراتكم مره ثانيه. تايم اوت اللي طلبه الكوتش هنريك رودل، 5 دقايق 38 ثانيه زي ما حضراتكم شفتوا على اللوحه، 48 الاهلي 40 الاتحاد. تايم اوت انتهى، طلبه كوتش هنريك رودل الالماني. اخر محطاته كان منتخب المانيا في دوره الالعاب الاولمبيه بطوكيو 2020 مع المنتخب الالماني، ممثل النادي الاهلي عمرو زهران، مروان سرحان، عمر طارق، ايهاب امين، مايكل تومسون. طبعا هنا حد يقول لك احمد مهيب بيشرب بيبسي، لا هو يا جماعه في زي حاجه كده بتحط عليها البيبسي، البيبسي عشان فيه سكريات مع ان هو بيتداس عليه عشان الشوز بتاع اللعيبه فبتمسك في ارضيه الباركيه ما تزحلقش اللعيبه. نرجع للمباراه مره ثانيه. دومينيك جونسون يعدي في البيكاندرول، يسلم لأنس أسامة، أنس أسامة يحاول في الدرايف يسلم لدومينيك مرة تانية، بيز لاين على طول حاضر عند شوشة، لكن شوشة ما بيرجعش في التسجيل، ديفنسيف ريباوند على طول موجود عند عمر طارق، سلم إيهاب أمين مايكل تومسون، يبدأ إيهاب أمين الهجمة، قاعدة الملعب في البوينت جارد، يبدأ الهجمة عن طريقه، ياخد سكرين من عمر طارق، يعدي إيهاب أمين، لسه إيهاب مع الكورة، إيهاب سكرين تاني، وادي بيكندرول روعة، عمر طارق، لكن هنا لسه عمر طارق مسيطر على الكورة، يسلم لمايكل تومسون اللي قاطع له بالفلوتر شوت ما ينجح، يلم تاني، سكند شانس عند مايكل تومسون، هاند اوف من عمرو زهران لمايكل تومسون، مايكل 7 ثواني على زمن الهجمة، مايكل تومسون في الدرايف يقف على الميديا بشوت شوت ونجح في تسجيل 2 بوينت جديدة، مايكل تومسون اون فاير توداي، مايكل تومسون في تألق منذ بداية البال ويكملها في جيم 1، وادي 3 بوينت اتشاطت ونجحت في التسجيل على طول عن طريق دولا. ده الفرق إلى 7 نقاط لصالح النادي الأهلي. 50-43 مروان سرحان هاند أوف على طول مع مايكل تومسون، مايكل لسه مايكل مع الكورة ياخد سكرين من عمر طارق، مايكل ويلف لكن أوفنسيف فاول ثاني على عمر طارق. أوفنسيف فاول ثاني على عمر طارق. في تغيير قادم في صفوف نادي الاتحاد. ميدو طه يعود مرة أخرى لأرضية الملعب بدل من دومينيك جونسون. يبدأ دولا الهجمة لنادي الاتحاد، من تمن النادي الأهلي، من تمن النادي الاتحاد. دولا. لبيبو اللي عاد مرة ثانية لأرض الملعب. أنس أسامة في الواحد على واحد يلف ويرتكز معاه. هنا في ايه؟ لا مفيش حاجة، خلاص الحكم قال بيشاور له كده بيقول له هيتحسب عليك سيميليشن، دي إشارة الحكم على مروان سرحان. تحت الباسكت كان جون باتيستا بينبهه بيقول له في سيميليشن. إيهاب أمين، إيهاب في الدرايف، إيهاب لسه الكرة مع إيهاب. إيهاب يقف يسلم مروان سرحان، مروان سرحان في البيزاين يقف ويشوط على الميديم شوت شوت لكن ينجح في التسجيل، عمرو زهران يحاول معها لكن بيبو في الاخير يلتقطها في ديفنسيف ريباوند ويسلم لدولا، دولا يبدا الهجمه، دولا في الدرايف لكن هنا في فاول على مايكل تومسون، مايكل تومسون وخطا شخصي وفاول على النادي. تو شوتس لصالح دولا لاعب نادي الاتحاد.
دول على الفري ثرو الاول. ينجح في التسديد. دقيقتين 3 دقائق 23 ثانية، 4 دقائق 4 نقاط هو الفارق، 50-46 لصالح النادي الأهلي. فري ثرو ثاني على لنادي الاتحاد عن طريق دولا. دولا على الفري ثرو الثاني لا ينجح في التسجيل. ديفنسيف ريباوند حاضر على طول عند مروان سرحان، يسلم لمايكل توبسون. مايكل يبدأ الهجمة، مايكل يسلم لعمر عمرو زهران، قطع له مايكل يسلم لمروان سرحان. مروان سرحان لإيهاب أمين مرة ثانية، إيهاب يسلم لعمرو زهران ويستغل ميس ماتش واحد على واحد. يهاب عمرو زهران ويسلم في الجيف اند جو كده روعه لمروان سرحان، ينجح في تسجيل نقطتين. اللي قاطع له مروان سرحان في الفلوتر شوت، ينجح في تسجيل نقطتين من امام عملاقي الاتحاد انس اسامه وبيبو. سكيب باس لبيبو لدولا، دولا طلب سكرين من انس اسامه في البيك اند رول، حاول يسلم لكن قطع وتسلم لميدو. ميدو طه يسيطر على الكوره، يلف ويرتكز لكن هنا في فاول على عمرو زهران. اوسكار لوسيس يحتسب الفاول على والخطا الشخصي على عمرو زهران. تو شوتس لميدو طه. ميدو على الفري ثرو الاول. ينجح في التسجيل. فري ثرو ثاني لميدو طه. ينجح ايضا في التسجيل. 244 ثانية، 52 48 لصالح نادي الاهلي. مايكل تومسون، مايكل عدى مايكل. ضغط عليه ميدو طه. دايما ما بينهم ثنائيات في كافة المباريات. مايكل تومسون، مايكل، لكن هنا ينجح مايكل في انه ياخذ الفاول من ميدو طه. خمس مباريات تقابل بهم نادي الاتحاد ونادي الاهلي في هذا الموسم. فاز الاهلي في المباراه الاولى في ذهاب دور المرتبط وخسر المباراه الثانيه من اياب دور المرتبط، ثم في السوبر فاز الاتحاد، ثم يفوز الاهلي في الجوله السابعه المرحله الترتيبيه. وادي 3 بوينت ثالثه 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 لمروان سرحان اون فاير توداي. مروان 3 بوينت الثانيه ليه من نفس المكان والثالثه ليه في احداث الكوارتر الثالث. يوسع الفريق الى 55-48. درايف سريع كده لميدو طه، لكن احمد اسماعيل يعود لارض الملعب بدل من عمر طارق. ميدو طه لسه معاه الكوره، ميدو في الدرايف في البيس لاين يروح ويوصل لكن لا ينجح في التسجيل. اوف ديفنسيف ريباوند على طول عند البوب. ايهاب امين، ايهاب في الاول زاويه يقلب الملعب لمايكل تومسون. عمرو زهران في الدرايف واحد على واحد يوصل لمروان سرحان من البيس لاين، لكن ووكن 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 على مروان سرحان. يندب حظه مروان ويعتذر للكوتش اوجوستي. دومينيك جونسون يعود مره ثانيه بدلا من دولا بتغيير في صفوف الاهلي. ابو النصر يعود بدلا من ايهاب امين. يبدا ميدو طه الهجمه للنادي الاتحاد. ميدو طه دومينيك جونسون، جونسون هيتولى القبض دلوقتي عمرو زهران. انس اسامه في ال1 1 يروح ويوصل ويعدي لكن لا ينجح في التسجيل. يلم مره ثانيه انس اسامه، ولكن الجامب بول هنا ما بين انس اسامه وابو النصر، والحيازه لصالح نادي الاتحاد. حيازه للاتحاد. 55-48 اخر دقيقه ونص على بتاع احداث الكوارتر الثالث. دومينيك جونسون هيطلع الاوت، يسلم لبيبو، بيبو هاند اوف مع ميدو طه. مان تو مان النادي الاهلي. ميدو في الدرايف من الميدل، يروح ميدو، يوصل ميدو، لا يسجل ميدو. ابو النصر ديفنسيف ريباوند ولا اروع، ويسلم لمايكل تومسون. مايكل يبدا الهجمه. مايكل تومسون، مايكل تومسون سيطر على الكوره. مايكل يضغط عليه شوشه لكن ينجح مايكل انه يسلم الكوره على طول لعمرو زهران. وهاند اوف مع عمرو زهران، لكن عمرو زهران بيخدع كله. باك بيفوت يوصل يرتكز يطلع لاحمد اسماعيل، اسماعيل على الاوبن شوت 3 بوينت لا ينجح في التسجيل. عمرو زهران اوفنسيف ريباوند رائع ويسلم مايكل تومسون مره ثانيه. 12 ثانيه و10 ثواني على زمن الهجمه. مروان سرحان في الاخير على الاوبن شوت 3 بوينت لكن لا ينجح في التسجيل. ميدو طه ديفنسيف ريباوند ويسلم لدومينيك جونسون. دومينيك يبدا الهجمه. دومينيك جونسون
بالبيك اند رول يسلم لانس اسامه، انس اسامه في الواحد على واحد يروح بالسيمي هوك لكن لا ينجح في التسجيل، تخبط في ايد انس اسامه وبتطلع اوت سايد لصالح نادي الاهلي. يعود مره ثانيه احمد مهيب لارضيه الملعب مكان عمرو زهران. عمرو زهران واحد من نجوم هذا اللقاء وراه طبعا اسطوره كابتن طارق الغنام. مايكل توبسون يبدا الهجمه. مايكل تقدم النادي الاهلي بفارق 7 نقاط 55-48. مايكل توبسون، مايكل على 3 بوينت، مايكل لكن لا ينجح في التسجيل. اوفنسيف ريباوند على طول عند انس اسامه، يسلم لميدو طه. ميدو لسه ميدو في الدرايف، ميدو يسلم لبيبو، ميدو طه مره ثانيه يلحقه كده مايكل توبسون قبل ما يشوط. يطلب سكرين من انس اسامه، يروح لانس اسامه في البيك اند رول، بلاش دي بلاش دي، طلع كيك اوت حاول معاها لكن بيبو في الاخير في البيز لاين يشوط وينجح في تسجيل 3 نقاط. يبدا النادي الاهلي الهجمه على طول 51 ده الفرق الى 4 نقاط. وادي ترن اوفر جديد على مايكل توبسون، تروح لانس اسامه، انس في الفلوتر شوت شوت ونجح في التسجيل عشان يضيق الفارق الى 53-55. 2 ترن اوفر على النادي الاهلي في اللحظات الاخيره نتج عنهم بعد ما كان الاهلي متفوق بفارق 7 نقاط، اصبح الان الفرق نقطتين. دقيقتين هي زمن الراحه المقرره ما بين احداث الكوارتر الثالث والرابع. صراحة قصيره نعود اليكم في بدايه احداث الكوارتر الرابع. رجعنا تاني اعزائي المشاهدين لبدايه احداث الفصل الاخير من جيم 1 ما بين الاهلي والاتحاد في نهائي دوري السوبر 22-23. انتهت احداث الكوارتر الاول 16-16 تعادل الفريقين، ثم تعادل ثاني 35-35، ثم تقدم النادي الاهلي 55-53 في نهايه احداث الفتره الثالثه والكوارتر الثالث. بعد ما كان متفوق ب7 نقاط نجح نادي الاتحاد استغلال التيرن اوفر مرتين وده الفارق الى فرق نقطتين. ستارت اللاين اب للنادي الاهلي، مروان سرحان، مايكل تومسون، ابو النصر، مهيب واحمد اسماعيل. اما الستارت اللاين اب لنادي الاتحاد دومينيك جونسون، انس اسامه، بيبو، ميدو طه، ويوسف شوشا. حكام اللقاء انايا فريلي البنمي، اوسكار لوسيس اللاتفي، وجوني باتيستا البورتريكو من بورتريكو. حيازه تبادليه لصالح النادي الاهلي وبدايه احداث الفصل الاخير والكوارت الرابع من جيم 1. بدايه احداث الكوارت الرابع، مايكل توبسون يبدا الهجمه 55-53 لصالح النادي الاهلي. احمد مهيب يسلم لاحمد اسماعيل تحت الباسكت، واحد على واحد اسماعيل يروح ويلف يرتكز لكن لا ينجح في التسجيل. بيبو على طول ديفنسيف ريباوند ويسلم لدومينيك جونسون. دومينيك يبدا الهجمه، دومينيك ليه؟ انس اسامه، هندوف مع انس اسامه. دومينيك جونسون، دومينيك حاول يعدي، دومينيك يقف ويسلم لبيبو، بيبو يلف ويرتكز ويسلم لانس اسامه تحت الباسكت اللي ينجح في تسجيل نقطتين يعدل بيهم النتيجه الى التعادل 55-55. تعادل الفرقتين. بدايه الهجمه عند ابو النصر، ابو النصر لمايكل تومسون، مايكل ياخد سكرين من احمد اسماعيل، مايكل تومسون، مايكل في البيك اند رول تخبط في رجله. بيبو يجدد معاه زمن الهجمه الى 14 ثانيه مره ثانيه. اوتسايد لصالح النادي الاهلي. ابو النصر يستلم، ياخد سكرين من احمد اسماعيل. يسلم لكن هنا في ووكن وترافلنج على ابو النصر. خلفت المشي بالكره والووكن على ابو النصر، تيرن اوفر على النادي الاهلي واوتسايد على النادي الاهلي. دومينيك جونسون يبدا الهجمه لصالح نادي الاتحاد. دومينيك لانس اسامه لدومينيك جونسون مره ثانيه. دومينيك جونسون حاول واحد على واحد يوصل لبيبو، بيبو دومينيك جونسون مره ثانيه. دومينيك ياخد سكرين من بيبو في البيك اند رول، يقف بيبو يرتكز ويشوط لكن لا ينجح في التسجيل. احمد اسماعيل ديفنسيف ريباوند ويسلم لمروان سرحان، مروان بدوره على طول يسلم لمايكل تومسون. يبدا الهجمه، مايكل، مايكل لمروان سرحان، مروان
يلدع على مهيب، مهيب ياخد السكرين من احمد اسماعيل، دومينيك معاه اخر 9 ثواني في زمن الهجمه. مهيب لمروان سرحان، مروان على الاوبن شوت 3 بوينت، مروان لا ينجح في التسجيل، ديفنسيف رواند على طول عند بيبو يسلم لميدو طه، نجح نادي الاتحاد في تسجيل نقطتين بس، لسه النادي الاهلي لم يسجل اي نقاط في احداث الكوارتر الرابع. دومينيك جونسون لميدو طه مره ثانيه، ايهاب امين يستعد للنزول. ميدو طه لسه، ميدو طه معاه الكوره، معاه ابو النصر، ميدو يقف على الميديم شوت، شوت لا ينجح في التسجيل، اير بول، ديفنسيف ريباوند على طول حاضر عند مايكل تومسون، مايكل يبدا الهجمه، مايكل هاند اوف لابو النصر، سكرين لابو النصر من احمد اسماعيل، يعدي مره ثانيه، لسه ابو النصر معاه الكوره لمروان سرحان، لكن في الاخير يعمل الستيل، بيبو يسلم الكوره لدومينيك جونسون. دومينيك جونسون هل هيعود عمرو زهران لتولي رقابه دومينيك جونسون؟ وادي كيك اوت لشوشه اللي ينجح في الاوبن شوت من البيس لاين انه يسجل 3 نقاط لصالح نادي الاتحاد، يجعل التقدم 3 نقاط لصالح الاتحاد بثلاثيه عن طريق يوسف شوشه. وادي تراي على الباسكت من النادي الاهلي ومروان سرحان، لكن بلوك من انس اسامه يلم على طول في السكند شانس. ابو النصر لسه الكره معاه اخر الثواني في زمن الهجمه، وابو النصر على اوبن شوت لكن لا ينجح في التسجيل، توصل على طول لمروان سرحان لابو النصر مره ثانيه. ابو النصر في الدرايف، ابو النصر يوصل ابو النصر لكن راح فين؟ ابو النصر تخبط في رجله وبتطلع اوت سايد لصالح نادي الاتحاد. اعتقد ايهاب امين هيتم نزوله دلوقتي زي ما نزل دوله، دوله هينزل مكان ميدو طه في تايم اوت، يطلبوا كوتش اوجوستي. 58 الاتحاد، 55 الاهلي، واعتقد ايهاب امين هينزل مكان ابو النصر. شجع ايهاب امين فرقته. الاهلي في نتائج امم افريقيا او مباراه افريقيا فاز على سلاك الغيني في الجيم الخامس 80-70، ثم خسر في الثانيه الاخيره امام بترو لواندا 91-90، ثم فاز على كيب تاون تايجرز الجنوب افريقي 91-75، ثم سيتي اورليز 72-70، والاهلي وفيرا فيارو 92-74. الاهلي تاهل الى المرحله النهائيه في رواندا، هيقابل ان شاء الله ريج الرواندي، المتاهلين من مجموعه الصحراء اللي لعبها النادي الاهلي، بترو لواندا اول، الاهلي ثاني، كيب تاون الجنوب افريقي ثالث، وفيرا فيارو الموزمبيقي الرابع. اما المتاهلين من الصحراء كونفرنس او مجموعة الصحراء، تايجرز فايترز من كوت ديفوار، وهودنس من السنغال، ورجل رواندي واستاد مالي من مالي. ان شاء الله كل التوفيق والدعم لفريق النادي الاهلي الماتادورز بقياده السنيور اوغوستي جولب بوش. يوم 21 ان شاء الله من هذا الشهر هيقابل ريج الرواندي. لا زال ابو النصر في الملعب، اذا خرج مايكل تومسون. عفوا، يبقى خماسي النادي الاهلي كما هو باستثناء خروج مايكل تومسون ونزول ايهاب امين. ايهاب امين هو اللي هيمسك الملعب دلوقتي مع مروان سرحان وابو النصر ومهيب وعمر طارق. اما خماسي نادي الاتحاد دوله ويوسف شوشه ودومينيك جونسون وانس اسامه واحمد ابو العلا بيبو. كره والحيازه لصالح نادي الاتحاد. دومينيك جونسون هيبدا الهجمه. دومينيك جونسون 3 نقاط لصالح نادي الاتحاد. دومينيك معاه مهيب، لسه دومينيك معاه الكوره، ياخد سكرين من انس اسامه في البيك اند رول، يسلم لانس واقف تحت الباسكت على طول عمر طارق، لكن الفلوتر شوت حاضره عند انس اسامه، ينجح في تسجيل 2 بوينت جديده لصالح نادي الاتحاد. 60-55 لصالح نادي الاتحاد، 5 نقاط فارق لصالح نادي الاتحاد. مروان سرحان لمهيب، مهيب في الدرايف من الميدل، يوصل مهيب على مهيب لكن لا ينجح في التسجيل، عمر طارق سكند شانس ويروح ويوصل وينجح، لكن انه ياخد تو شوتس. انا سبورتس مان لايك فاول، انايا فريلي البنمي يحتسب انا سبورتس مان لايك فاول لصالح عمر طارق. هنشوفها مره ثانيه، هل هنا الفاول على مين؟ هنشوف. الفاول على احمد ابو العلا بيبو، احمد ابو العلا بيبو، انا سبورتس مان لايك فاول لصالح عمر طارق. نشوف انايا فريلي زي ما احنا شايفين يحتسب الفاول على انا سبورتس مان على هنا هيراجع الاي ار اس، يراجع قراره انايا فريلي
طلب انه يراجع الاي ار اس للتاكد من صحه قراره. وجوني باتيستا البورتريكي من بورتريكو يطالب كل اللعيبه يعني يقفوا كده بعيد عن بعض لغايه ما يتم انايا بريلي واوسكار لوسيس مراجعه الاي ار اس انستنس ريبلاي سيستم. لازلنا في انتظار مراجعه الاي ار اس. بيراجعهم دلوقتي انايا بريلي واوسكار لوسيس البنمي واللاتفي. هل سيتم احتسابها عن سبورتسمان لايك فاول على بيبو ام سيتم احتسابها فاول وخطا شخصي عادي؟ لازلنا في الانتظار. ان شاء الله المباراه الثانيه وجيم 2 غدا باذن الله في 7 مساء على نفس الصاله صاله الشباب والرياضه بالسادس من اكتوبر. ثم يلجا الفريقان الى الراحه يوم الجمعه ثم يتقابلان في جيم 3 يوم السبت القادم باذن الله. كل التوفيق. ان سبورتسمان لايك فاول انايا بريلي راجع قراره وقرر ان قراره اللي اتخذه صحيح. وان سبورتسمان لايك فاول على احمد ابو العلا بيبو. هنا في شرح من اوسكار لوسيس لهنريك رودل للحاله اللي احتسب فيها الان سبورتسمان لايك فاول. وادي الفري ثرو الاول ناجح لعمر طارق وفري ثرو ثاني ايضا لعمر طارق على التنفيذ. فري ثرو ثاني ناجح ايضا لعمر طارق. ده الفارق معاها الى 3 نقاط 57 الاهلي 60 الاتحاد. هيظل صالح النادي الاهلي. استلم عمر طارق تحت الباسك مع احمد ابو العلا بيبو يلف ويرتكز ويروح لكن لا ينجح في التسجيل. بيبو يلم الريباوند ويسلم لدومينيك جونسون. دومينيك جونسون يعدي دومينيك معاه مهيب حاول يخطف منه الكوره لكن يرجع له مره ثانيه. دومينيك جونسون لسه مع الكوره يسلم لدولا يتولى القبطه ايهاب امين من تمن النادي الاهلي. انس اسامه انس في الون ون مع مروان سرحان. انس يلف ويرتكز ويروح ويطلع كيك اوت لكن ترن اوفر وستيل ناجح من احمد مهيب. يسلم احمد مهيب. احمد مهيب على الاوبن شوت في 3 بوينت لكن لا ينجح في التسجيل. يلم دومينيك جونسون ويبدا الهجمه من جديد. دومينيك جونسون مستعجله شويه. دومينيك يستعد مايكل تومسون للرجوع مره ثانيه الى ارضيه الملعب. وادي باص من دومينيك ليه احمد بيبو لكن بلوك من عمر طارق ودومينيك على 3 بوينت يشوط لكن ايهاب امين يلم على طول ويطلع لابو النصر. يستلم ايهاب امين مره ثانيه هو اللي يقود الملعب دلوقتي بمركز البوينت جارد لحين نزول مايكل تومسون. سكرين وادي ايهاب امين يقف على الميديم شوت شوت لكن لا ينجح في التسجيل. دولا ديفنسيف ريباوند على طول حاضر يهدى كده الملعب عن طريق دولا طبقا لتعليمات كوتش هنريك رودل. اهلي محتاج الهدوء في انهاء الهجمه. وادي تجديد زمن الهجمه ومايكل تومسون يعود مره ثانيه بدل من ابو النصر في قاده الملعب. مايكل تومسون 3 نقاط فارق لصالح نادي الاتحاد. 4 دقائق و51 ثانيه على انتهاء احداث الكوارتر الرابع والمباراه. تجديد زمن الهجمه حوار كده ما بين جوني باتيستا واوسكار لوسيس. بيبلغوا ان انس اسامه لازم يعني تعليمات طبعا الاتحاد الدولي يقول التيشيرت داخل الشورت. بيبو يسلم لدولا بالهاند اوف. دولا ياخد سكرين من انس اسامه. دولا يقف ويشوت 3 بوينت لكن اير بول وتطلع اوتسايد لصالح النادي الاهلي. مايكل تومسون في بدايه الهجمه الاهلاويه. 3 نقاط فارق لصالح نادي الاتحاد. 57-60 4 دقائق ونص على انتهاء احداث الكوارتر الرابع والمباراه. ايهاب امين يسلم لعمر طارق في الوان ان وان. عمر طارق يلف بالسيمي هوك ينجح في تسجيل نقطتين 2 بوينت جديده لعمر طارق ويديل الفرق الى 1 بوينت لصالح نادي الاتحاد. 59-60 هذه الاعاده
لسه الكرة مع شوشة اللي بيلف ويروح ويطلع الكيك اوت، لكن اوفنسيف فاول حاضر عند يوسف شوشة يحتسب لصالح النادي الاهلي، والكرة في حيازة النادي الاهلي. اوتسايد لصالح النادي الاهلي. يا ابو عمين يطلع لمايكل توبسون. دع الفارق بعد ما كان ثلاث نقاط الى نقطة وحيدة عن طريق عمر طارق. مايكل توبسون يسلم بدوره الى مروان سرحان. مروان هاند اوف مع ايهاب امين، يستلم ايهاب، ياخذ سكرين من عمر طارق، يعدي في البنتريشن، يروح ويوصل بشماله ويوصل، لكن لا ينجح في التسجيل، تخبط في ايد انس اسامه وبتطلع اوتسايد لصالح النادي الاهلي. 10 ثواني متبقيه على انتهاء زمن الهجمه والاوتسايد اهلي. اوتسايد للنادي الاهلي. مهيب يستلم الكوره، يسلم لتومسون، تومسون لايهاب امين. اخر 5 ثواني في زمن الهجمه، 4 ثواني، البوب ايهاب امين على 3 بوينت، ايهاب اون فاير، ينجح في تسجيل 3 نقاط، يجعل المقدمه للاهلي والاحمر بفارق النقطتين 62-60، نقطتين 3 نقاط عن طريق ايهاب امين. انس اسامه ادي الاعاده بالستيب باك، ينجح في تسجيل 3 نقاط. في هنا ايه؟ في فاول، اعتقد الفاول على مروان سرحان. فعلا فاول على مروان سرحان، والاوتسايد لصالح نادي الاتحاد. 3 دقائق 20 ثانية اعزائي المشاهدين على انتهاء احداث الكوارتر الرابع والمباراه في جيم 1 نهائي دوري السوبر 22-23. دول هيطلع الاوت، يسلم لانس اسامه، انس في الارتكاز يلف واحد على واحد، لو بلوك ولا اروع من عمر طارق، جاهز في البلوكات، بيبو يستلم ويشوط لكن لا ينجح في التسجيل، يلم على طول ديفنسيف ريباوند عند مايكل تومسون. مايكل يبدا الهجمه، مايكل يتولى الكابت دولا، دولا ومايكل، يسلم لايهاب امين، ايهاب، ايهاب في الدرايف، ايهاب يقف ويرجع تاني، ايهاب لسه سطر على الكوره، يطلع لمايكل تومسون، مايكل اون 3 بوينت، ينجح مايكل في تسجيل 3 نقاط كمان. مايكل تومسون 3 نقاط، اون فاير ابن شيكاغو، يزيد الفارق الى 5 نقاط لصالح النادي الاهلي. رابع الثلاثيات لمايكل تومسون هذا اللقاء. مايكل وادي انس اسامه، الهجمه للاتحاد والاخضر في البيك اند رول، توصل لانس اسامه، حاول يلعب واحد على واحد، يطلع الكره لكن هنا في الاخير هتبقى باك زون ولا اوتسايد. باك زون على طول لصالح النادي الاهلي، دفاع قوي من النادي الاهلي ينتج عنه ترن اوفر عن طريق انس اسامه، و5 نقاط فارق لصالح النادي الاهلي. يخرج بيبو وينزل هيثم كمال، وما زال الاهلي لم يجرى اي تغييرات. اخر دقيقتين 27 ثانيه تقدم النادي الاهلي ب5 نقاط، والاوتسايد للاهلي والاهلاويه. مايكل تومسون يظهر في اللحظات المناسبة. مايكل يسلم لإيهاب أمين، إيهاب لسه، إيهاب ياخذ سكرين من عمر طارق، آخر 10 ثواني في زمن الهجمة، إيهاب أمين في الدرايف يروح لكن هنا في إيه؟ ووكن، ووكن على إيهاب أمين. دافلين ومخالفة المشي بالكرة على إيهاب أمين. عشر نقطة سجلهم مايكل تومسون في أحداث وعمر الكوارتر الثاني الأول والثاني. دومينيك جونسون يعود نادي محترف نادي الاتحاد لأرض الملعب مرة ثانية. دومينيك جونسون، جونسون وعمر زهران يتولى القبط، يعود مرة ثانية يتولى القبط، هاند اوف من هيثم كمال لدومينيك جونسون. دومينيك حاول يعدي في البيك اند رول لكن في الأخير ستيل، لكن في الأخير صفرة الحكم أوسكار لوسيل اللاتفي كانت هي الاقوى. فاول على نادي الاهلي، فاول الرابع اعتقد على اللي هو على عمرو زهران ولا عمر طارق، ما خدناش بالنا بصراحه. دومينيك جونسون ياخد لاند اوف من هيثم كمان، دومينيك لسه، دومينيك يقابله على طول عمر طارق، انس اسامه يطلع كيك اوت لهيثم كمان، هيثم لانس اسامه مره ثانيه، انس يعمل الدرايف يروح يوصل واحد على واحد لا يسجل، لكن هنا صفرة ال 24 ثانية والبزر 24 ثانية كان هو الأسرع عشان تقول الكرة على طول لصالح النادي الأهلي وتغيير يجري سينيورو جوسي بنزول إيهاب أمين مرة ثانية بدلا من أحمد مهيب.
يعود لارضيه الملعب اياب امين للمشاركه مره ثانيه. مايكل توبسون، مايكل، تقدم النادي الاهلي 5 نقاط، 65-60، اقل من دقيقتين عزيزي المشاهد على انتهاء احداث الكوارتر الرابع والمباراه. مايكل توبسون، مايكل، مايكل لسه، مايكل يطلع لمروان سرحان، مروان هاند اوف مع عمرو زهران لمايكل توبسون مره ثانيه، اخر 6 ثواني في زمن الهجمه، مايكل في السكرين، مايكل، لكن اوفنسيف فاول، اوفنسيف فاول عند عمر طارق، ده الاوفنسيف فاول الثالث على عمر طارق في احداث هذه المباراه. فاول وخطا شخصي، اوفنسيف فاول على عمر طارق. دولا يبدا الهجمه للاتحاد، دولا يسلم لانس اسامه، انس اسامه دفاع قوي على دومينيك جونسون، انس اسامه يلف ويرتكز مع عمر طارق، يوصل ينجح في تسجيل 2 بوينت جديده، هدايا الفارق الى 3 نقاط لصالح النادي الاهلي، 65-62. عود النادي الاهلي الى هجمته عن طريق ايهاب امين، ايهاب يسلم لايه؟ مايكل تومسون، مايكل، مايكل على 3 بوينت، مايكل على 3 بوينت لكن لا ينجح في التسجيل، يلم على طول مروان سرحان بفدائيه شديده جدا، يطلع ليه؟ ايهاب امين، ايهاب في الون ان ون يسلم مروان سرحان، مروان بالبيز لاين يرجع تاني لايهاب امين، ايهاب يسلم لعمر طارق تحت الباسكت يلف ويرتكز ويروح ويسجل نقطتين كمان لصالح النادي الاهلي. عمر طارق النهارده يمتلك الدفاعات الريباوندات في الهجوم والدفاع. كيك اوت لدومينيك، دولا، دولا يشوط على 3 بوينت لكن لا ينجح في التسجيل، وهنا في ايه؟ هنشوف مره ثانيه، اعتقد في يعني في سيميليشن، هل في اوفنسيف فاول، عفوا مش سيميليشن، اوفنسيف فاول على دولا لاعب نادي الاتحاد. اشاره لاوسكار لوسيس، اوفنسيف فاول على دولا، وتايم اوت يطلبه كوتش رودل. يعني ما شفناهاش لكن الاشاره طبقا لاوسكار لوسيس اللاتفي هي اوفنسيف فاول على دولا. لحظات متبقيه على نهايه احداث الكوارتر الرابع والمباراه، ارجو من زملائنا في الاعداد بس نبص على اللوحه اللي متواجده داخل صاله الشباب الرياضي. تايم اوت يطلبه كوتش رودل. 67 الاهلي، 62، شكرا لزملاء الاعزاء، 46 ثانيه و8 اجزاء من الثانيه، شكرا لزملائنا في الاعداد، الف شكر ليكم. 67 62 48 46 ثانيه عفوا 46 ثانيه متبقيه على نهايه احداث كوارتر الرابع والمباراه في جيم 1 سوبر الدوري لموسم 22-23، 5 نقاط فارق لصالح النادي الاهلي، 67-62، وتايم اوت يطلبه الكوتش رودل. وادي تركيز تام من لاعب النادي الاهلي مع السنيور اوجوست. انتهى التايم اوت اللي طلبه كوتش رودل. 46 سنة متبقية، ليس أمامه سوى الضغط والبريسنج من أول الملعب لتعويض الخامس فارق ال5 نقاط. كوتش أوجوستي أكيد إدى موفمنت كده أو بلان يخرج منها من البريس، وده اللي شايفينه دلوقتي من تمركز لاعبي النادي الأهلي، الخروج من البريس. وده عمر طارق آخر باسكت سجله، يضغط نادي الاتحاد. أنس وادي عمرو الجندي يحاول ياخذ الكوره لكن هنا في ايه؟ في اوفنسيف فاول على عمرو زهران، اوفنسيف فاول على عمرو زهران، خطا وفاول على عمرو زهران، وبيطالب بالرجوع للاي ار اس. بيطالب بالرجوع للاي ار اس لكن خلاص القرار تم اخذه والفاول، وخرج عمرو زهران ونزل مكانه ابو النصر، والفاول لصالح نادي اعتقد عمرو زهران، 5 فاول عمرو زهران، 5 اخطاء شخصيه. دومينيك رودل، دومينيك عفوا جونسون، وهنا في تيرن اوفر على دولا. الراجل هنا بيقول
انا يا فريلي باك زون على دولا. ليه باك زون يا كابتن احمد؟ ده السبب في المنطقه الاماميه، لانه لم تطئ قدماه او لم تلمس قدميه الاثنين نص الملعب الامامي. هو لسه في رجل معلقه في النص منتصف الملعب الخلفي او ملعبه هو. عامه الاوتسايد لصالح النادي الاهلي. عمر طارق يستلم على طول ويحاول يلعب واحد على واحد، لكن في الاخير دومينيك جونسون يرتكب فاول وخطا شخصي بتو شوتس لصالح عمر طارق. عفوا اوتسايد. الاوتسايد لصالح النادي الاهلي. مايكل تومسون هيطلع الاوت. مايكل يسلم. اوفنسيف فاول كمان على عمر طارق. اوفنسيف فاول على عمر طارق طبقا للاشاره. اوسكار لوسيس اللاتفي. اوفنسيف فاول على عمر طارق والاوتسايد لصالح نادي الاتحاد. في تغيير. عمر طارق يخرج. اعتقد هينزل مكانه احمد اسماعيل. لسه ما ظهرش في الكادر. اعتقد هينزل مكانه احمد اسماعيل. ضاغط النادي الاهلي مايكل تومسون ضاغط على دولا، وابو النصر ينتظر دومينيك جونسون. مهيب يعود مره ثانيه على ارضيه الملعب. لسه ما شفناش مكان مين، لكن خلينا مع المباراه. دولا يبدا الهجمه. دولا يطلع، لكن تيرن اوفر من دولا والستيل حاضر من مهيب. مهيب ركز يا مهيب، مش وقت تشجيع دلوقتي. وادي الكره حاول اخطفها دومينيك جونسون، لكن في الاخير اوتسايد لصالح نادي الاهلي. مايكل تومسون بيقول لهم قربوا شويه، الناس باصت له، اتضغط عليه من اثنين، اتعمل عليه بريسنج. مهيب راح مركز على التيرن اوفر، بيشجع نفسه، وابو النصر جرى على الفاص بريك. عشان كده ده سر يعني عصبيه مايكل تومسون. تايم اوت يطلبه الكوتش رودل. نسمع التعليمات في اخر الثواني المتبقيه في عمر احداث الكوارتر الرابع والمباراه. 14 ثانيه اعزائي المشاهدين على نهايه احداث المباراه. لكن هنا اوسكار لوسيل بيطالب اللعيبه تقريبا هيراجعوا حاجه في الاي ار اس. هنشوف هنشوف حوار ما بين جوني باتيستا والكوتش. بيطالب ان اللعيبه ما فيش تايم اوت لغايه ما يتم التاكد من القرار في الاي ار اس. التعليمات طبعا بيستغل كوتش رودل وكوتش اوجوستي اعطاء التعليمات لحين مراجعه قرار الاي ار اس. بس النادي الاهلي المتواجد داخل ارضيه الملعب هو مروان سرحان، احمد مهيب، ابو النصر، مايكل تومسون، وايهاب امين. التعليمات الاخيره، وايضا كوتش جارحي بيلقي كده بيلقي تعليمات خاصه لابو النصر. لازلنا في انتظار قرار الاي ار اس من انايا فريلي البنمي واوسكار لوسيس اللاتفي. كوتش رودل وتعليمات لانس اسامه وهيثم كمال. يوسف شحاته يعود لارض الملعب مره ثانيه مع دومينيك جونسون ويوسف شوشا. كابتن اسلام وحيد على الفار او على الاي ار اس عفوا. يعني كان مثلا 87 67 62 لصالح نادي الاهلي. الكلام اللي انا بقوله ده حصل في 20 سنه. حاجه تحصل والله، حاجه تديني المدرب عمال يقول. لازلنا في انتظار الاي ار اس، هنشوفها دلوقتي. اعتقد انها الكره الاخيره اللي قطعها دومينيك جونسون. هل هي كانت اوت سايد على دومينيك جونسون او ابو النصر؟ اعتقد انها هذه هي الحاله التي يتم الرجوع اليها في الاي ار اس. في انتظار القرار. أنا يا فريلي
واوسكار لوسيس هما يراجعون الاي ار اس. مناقشات ما بين البنمي واللاتفي. تاني المراجعات في احداث هذه المباراه كانت الحاله الاولى هل هي عن سبورتسمان لايك فاول على بيبو ام فاول وخطا شخص عادي، وبعد الرجوع للاي ار اس تم احتساب الان سبورتسمان لايك فاول والتاكد من صحه القرار. دي كانت الحاله الاولى في عمر في احداث هذه المباراه وتحديدا في الكوارتر الثالث. جانب من الحضور السيد العمري فاروق العمري نائب رئيس النادي الاهلي، الحاج محمد مصلح رئيس نادي الاتحاد، وبعض الاعضاء مجلس اداره الاتحاد المصري لكره السله، كابتن خالد القوسي، كابتن حامد الغنام، وايضا كباتن النادي الاهلي مستر كابتن خالد بخيت المتواجد في الماسوره الرئيسيه. ودي الحاله الثانيه هل هي اوتسايد، تم احتساب الاوتسايد. يبقى انا زي ما قلت لحضراتكم هي الحاله الاخيره اللي كانت ما بين الكره اللي طلعها مايكل تومسون وراحت لابو النصر، وتم يعني قطع الكره من قبل دومينيك جونسون، فهنا لجوا الى الاي ار اس للتاكد من صحه قرارهم هل هي اوتسايد على النادي الاهلي او اوتسايد على النادي الاتحاد، وفي الاخير تم احتساب القرار الى اوتسايد لصالح نادي الاهلي. تايم اوت، نسمع التعليمات ونرجع لحضراتكم مره ثانيه. انتهى التايم اوت والكره في حيازه النادي الاهلي. دومينيك جونسون، يوسف شحات، انس اسامه، يوسف شوشه، وفي الاخير دولا اما النادي الاهلي. مايكل تومسون وايهاب امين، مروان سرحان، احمد مهيب، وابو النصر. الحيازه واللعب في منتصف ملعب الاتحاد، 14 ثانيه زمن الهجمه، 26 ثانيه متبقيه على نهايه احداث الكوارتر الرابع والمباراه. مانتومان نادي الاتحاد ضاغط من على كافه اللاعبين للتعويض. ايهاب امين يسلم، ايهاب ويسلم لمايكل تومسون مره ثانيه. مايكل في قياده الملعب معاه انس اسامه، انس اسامه يرتكب فاول وتو شوتس لصالح مايكل تومسون. مان اوف ذا ماتش في احداث هذا اللقاء هو مايكل تومسون. تومسون على التو شوتس والفري ثرو الاول. فري ثرو اول لمايكل تومسون. لا ينجح في التسجيل، يظل الفارق خمس نقاط كما هو. فري ثرو ثاني اخر لمايكل تومسون. ينجح في التسجيل، يوسع الفارق الى ست نقاط. دومينيك جونسون يستلم الكره في الثواني الاخيره من عمره احداث الكوارتر الرابع والمباراه. دومينيك جونسون هيخلص على 3 بوينت والفينش عنده على 3 بوينت، لكن دفاعات قويه من النادي الاهلي والاهلاويه. يوسف شحاته في الدرايف من البيز لاين، يقف ستيب باك في الميديم شوت، لا ينجح في التسجيل. زوق الكره كده من النصري، سيطر عليها، ينجح فعلا في الحصول عليها، لكن هنا في فاول يحتسبه اوسكار لوسيس اللاتفي لصالح النادي الاهلي، والحيازه لصالح النادي الاهلي. ادي الفاول، سيطر عليها بالنصر بقوه وفدائيه شديده جدا، لكن يوسف شوشه في الاخير يرتكب فاول. ارجو كده من الساده الزملاء نظره سريعه على البورد داخل الملعب. تو شوتس لصالح ابو النصر، 68 62، ست نقاط لصالح النادي الاهلي، والفري ثرو الاول لابو النصر. لا يسجل، ظل الفارق كما هو الست نقاط. ركز بقى، ركز. بيسرو تاني نجح،
7 نقاط هو الفارق لصالح النادي الاهلي، وتاتي معها صافره انتهاء احداث الكوارتر الرابع والمباراه بفوز النادي الاهلي 69-62 فارق السبع نقاط. الف مبروك للنادي الاهلي فوزه في السيرياس بالبيست اوف 5 في جيم 1 على نادي الاتحاد، حظ اوفر لنادي الاتحاد، فوز النادي الاهلي على نادي الاتحاد بفارق السبع نقاط 69-62. اعزائي المشاهدين شكرا لكم على حسن المتابعه والمشاهده، على ان نلقاكم باذن الله في مباريات قادمه. كنت معكم معلقكم الرياضي احمد مناع، والان سريعا الى استديوهاتنا بقناه النادي الاهلي ونجوم الاستوديو الكابتن هيثم السعيد والكابتن محمد سلعاوي والكابتن طاهر رجب والكابتن ميشو والكابتن عماد الرايق. كابتن هيثم اليك المايكروفون.